مش هي دي الراقصة نهد؟ ربنا يدينا بعقلك. هنا ده عنوانها، وبنادى على اسم الهلبوطي هربان في حته محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. افرجوا عنها بعد كده. الحقيقة تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟ لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك براد. ربنا يتميم بعقلك. عاقل قوي. انا والله عاقل. ده حلال. باين عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعة دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها، ترسم عليها انك انت غني قوي، وتصرف عليها ببذخ بأبد. طعم يعني؟ عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة جشع يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعمل ايه؟ ليلتنا طينا طين الليل. هتلحس مخي يا بنت الفرطوس. فرطوس يا صاحبي المتجلي. عب متجلي يخرب بيتك يا عب امبابي. انا مش عارف اقول لك ايه واصل. انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا مضري يا مهجتي يا نصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حيح يا حيح يا علي. ليلتنا مطينا طنطين الليلاغي. يا سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينا الثلاث قناطين الليلاني. انبطهي.